أوقات كل محبينا وكل متابعينا عبر قناة البلد الفضائية. بنسعد بكل الناس اللي بيتابعونا من كل مكان، الناس اللي بيتابعونا من خلال منصات التواصل الاجتماعي والناس اللي بيتابعونا من خلال شاشتنا. أجمل الأوقات بنتمنى لكم الزواج والمودة والرحمة والعشرة اللي ممكن تكون بعد الزواج. فكرة إنه بتتقدم لراجل عشان تتزوج، هل هي عند المجتمع السوداني ممكن تكون متقبلة ولا ممكن تكون مرفوضة؟ حناخد معاكم آراء مختلفة من خلال المساحة اللي حستحبكم فيها من الشارع العام، ونشوف أول رأي. يوم جميل عليك. نعم، البيت كان أصو الزواج، أي بيت عاوز الولد داير تتزوجه طوال، يعني تمشي تتزوجه طوال. الزواج أفضل حاجة الزواج. أي شايف إن الفكرة عادية إنه ممكن بيت تمشي تتقدم لولد أو وليانة ممكن يمشوا يتقدموا عشان يخطبوا لها؟ نعم، البيت تسوق أولانها أخوانها وأعمامها، والولد يسوق أهله، وبعدين تمشوا يتقدموا للبيت قبلوها، والولد قبل البيت يتزوجوا طوالي. أنا تاني ما للزواج. نعم أي شكرا. شو الله يبارك فيك يا أخي، شكرا جزيلا. لسه معانا من خلال المساحة دي آراء عديدة، خليكم معانا، لسه متواصلين معاكم من الشارع العام. هل ممكن المجتمع السوداني يتقبل فكرة إنه بيت تمشي تقدم لراجل عشان تتزوج ولا لا؟ هي ممكن تكون آراء مختلفة، ممكن يكونوا معاها الموافقين على الحاجة دي، وممكن يكونوا الرافضين الحاجة دي. عموما مع بعض حناخد رأي جديد. مرحب بك. مرحب عليكم. السلام. نتعرف عليك. لينا إبراهيم. والله فكرة إنه البيت تتقدم لراجل هنا في السودان تقريبا مرفوضة، يعني بيكون فيها نوع من الحياة كده، لكن دينيا ما فيها مشكلة، يعني ما حاجة حرام. بس برأيي. طيب أنت مع البنات اللي ممكن يمشوا يتقدموا لراجل أو ممكن ياخذوا بليان ويتقدموا لرجال عشان يتزوجوا؟ لا، ما مع الفكرة دي خالص. الفكرة؟ هاي. شكرا. الله يخليك. لسه حنتواصل معاكم، لسه حناخد آراء في نفس الموضوع، خليكم معانا. مرحب بك. عليكم السلام والرحمة. نتعرف عليك. زين، اسم الله إبراهيم. نعم. رأيك شنو في فكرة إنه ممكن البنت تمشي تقدم لراجل عشان تتزوج؟ والله الكلام ده ما فيه حي، الكلام ده بعدين من السنة. لأنه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي خطبت نفسها لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني لكن بس الإسلام ضعيف في نفوس الناس، والناس بقت ما بتقبل الكلام ده، الناس بعدت من الدين شديد، شايف الكلام ده زي العيب. في حين انه ما في حاجه وسنه، لانه اقوال الصحابه سنه وافعال الصحابه سنه، وهي صحابيه جليله وام المؤمنين عليها الرضوان. نعم. طيب يعني ده يمكن يكون وقت فات ولو سنوات كثيره شديد، ويمكن احنا هسه في يعني في 2022 وكثير حاجات دخلت علينا، يعني غيرت. انت زي ما قلت انه الاسلام ضعف في نفوس الناس، فبتتقبل فكره انه بنت تمشي تقدم لراجل؟ نعم، ما في حاجة الفكرة دي أصلاً، ومفروض في الوقت دي يعملوها، لأنه الشباب أغلبوا عاطل عن العمل وما لاقي فرص عمل، ومفروض الناس تتشايل، يعني النسوان الشغالات يتزوجن العطالة والعطالة يتزوجوا الشغالين وكده. أيوة. نعم. شكرا لك. العفو، الله يكرمك. لسه خليكم معنا عبر قناة البلد الفضائية. فكرة إنه فتاة تتقدم لراجل عشان تتزوج، هل ممكن تكون مقبولة عند المجتمع السوداني ولا ممكن تكون مرفوضة؟ نحن نحيي قناة البلد باهتمامها يعني بالعادات والتقاليد السودانية، وكذلك يعني طرح هذه العادات على الرأي العام حتى أنه يجدوا الحلول. أما بالمسألة بتاعت إنه ممكن بيت تتقدم لولد على أساس أنه يتزوجها، الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة تقدمت الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني وتمنت انه يتزوجها، ورسلت واحده من صديقاتها على اساس انه يتكلم الرسول، تبلغ الرسول بهذه لما شافت فيه يعني الامانه والشرف والكرامه. لذلك يعني احنا من العادي جدا نقتبي الرسول صلى الله عليه وسلم وبنساء الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقول انه من حق البيت العادي تعيش عيشه مكرمه وعايزه تزف الى اهلها بطريقه طيبه، ممكن تتقدم للرجل لو رات فيه خير انه تتقدم له تقول والله يا اخي انا عايزاك في سنه الله ورسوله، حاجه يعني شيء طبيعي جدا، ومن حق الرجل بعد ذاك ممكن شنو يعني يكون له الخير في انه يقول نعم او يقول لا، ما فيها عيب يعني. بارك الله فيك. الحمد لله. شكرا. دي كانت الاراء المختلفه اللي اخذناها معكم من خلال المساحه دي. فيهم اللي وافقوا،
بناء على انه الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة هي اللي قدمت له نفسها عشان يتزوجها، هي اللي تقدمت له. رفضوا لانه شايفين انه عادات المجتمع السوداني بتخالف الحياة، بتشوف انه البيت مكان البيت والراجل يجي هو اللي يتقدم لها. اراء كانت مختلفة سعدنا بها كلها وسعدنا بكل اللي تابعوها في كل مكان حتى يتجدد اللقاء عبر قناة البلد الفضائية. تحياتي وفريق العمل.